اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان ريل استيت. النهارده عندنا حلقه ممتعه، احنا في قلب البحر الاحمر. دايما في برنامجنا بنقول ان السياحه شكلها بيتغير، وفي نوع من انواع السياحه اللي بينمو بقوه كبيره جدا، وقلنا قبل كده ان السياحه البيئيه عماله بتنمو بشكل مرعب في العالم. حابين نلقي الضوء على الانشطه المختلفه للسياحه البيئيه. النهارده بنزور مشروع جديد وفكر جديد ابتدى ينمو في السياحه المصريه، وهي سياحه اليخوت والبواخر. السياحه دي باختصار ان الاقامه سواء للسائح الاجنبي او المصري تبقى على المركب. المركب بتبقى مجهزة بغرف فندقية. النوع ده من السياحة أو الإقامة أو المراكب المبيت أو الليفابورد بوتس وصل لأكتر من 200 مركب موجودين في البحر الأحمر. الرقم ده طبعا مش كبير ومحتاج إن هو يكبر أكتر، فلازم نلقي الضوء علشان نقدر نكتر من أعداد المراكب، علشان الخطة التنموية لاجتذاب عدد أكبر من السياحة يقدر يبقى فيه حجم من المراكب والغرف الفندقية اللي داخل المراكب دي تستوعب حجم السياحة. وإزاي نركز على نوع الخدمة والكواليتي بتاعت الخدمة عشان نرتقي بمستوى هذا النوع من السياحة اللي هي سياحة اليخوت والمراكب. النوع ده من السياحة رفع شعار من المطار للمركب، بمعنى انه بيجتذب السائح ينزل من المطار يروح على المركب يقضي الاسبوع او الاسبوعين وبعد كده يرجع على المطار على بلده. بيلاقي على المركب معظم الخدمات الفندقية اللي بيتمناها، اقامة جيدة، خدمات جيدة، اكل طول الرحلة، بيعمل انشطة عديدة جدا، أنشطة الغوص، أنشطة الكايت سيرفينج، أنشطة التزلق على الماء، حتى الاسترخاء والاستجمام بنلاقيه هنا برضو. بيزوروا جزر أجمل جزر موجودة في البحر الأحمر. عندنا نموذج من 5 شباب عاملين مشروع فعلا لازم نشوفه. شباب بتحب بلدها بجد وخايفة على بلدها وعايزة تكون ترس في جذب السياحة لمصر. تعالوا مع بعض نتابع فقراتنا النهاردة في برنامجكم الجدعان ريل استيت. تشاهدون في حلقة اليوم. كل اللي أنا بحلم بيه في أي فندق 5 ستارز أنا شفته هنا. حاطين دايما في اعتبارنا إن المجهود والطاقة اللي حاطينها دي هترد يوما ما. يعني احكي لنا عن التجربة دي وإزاي قدرتوا تنظموا الأوبريشن بالشكل ده. فكرة قررناها أنا وأدهم، إحنا نعمل حاجة ليها علاقة بالغطس ونركز فيها. مش موضوع ان انت بس مجرد ان انت عايز تكسب، فعلا بتحب البلد دي. ايه اكبر الاختلافات اللي لقيتوها في المركب ما لقيتوهاش في حته تانية؟ الاهتمام بالتفاصيل، الانستراكتور نفسه هنا اهدى. تشاهدون الان. كل اللي انا بحلم بيه في اي فندق 5 ستارز انا شفته هنا. حاطين دايما في اعتبارنا ان المجهود والطاقه اللي حاطينها دي هترد يوما ما. يعني احكي لنا عن التجربه دي وازاي قدرتوا تنظموا الاوبريشن بالشكل ده. فكرة قررناها أنا وأدهم، إحنا نعمل حاجة ليها علاقة بالغطس ونركز فيها. سياحة اليخوت من أفضل أنواع السياحة في العالم لأنها خاصة بالأثرياء اللي بيقطع مسافات طويلة علشان يستمتع بالغوص والسباحة والكايت سيرفينج والسنوركينج كمان، وبالليل بيحلى السهر في جلسات السمر على اليخت. من هنا اهتمت مصر بالتخطيط لتعظيم سياحة اليخوت كنمط سياحي جديد ومربح للقطاع السياحي المصري. ويكفي أن مصر بتمتلك سواحل بتمتد لحوالي 2400 كيلومتر على البحرين الأحمر والمتوسط، وفيها حوالي 23 ميناء سياحي بتتطور حاليا. سيرينيتي من أجمل اليخوت الفندقية في مصر، أصحابه مجموعة من الشباب اللي بيعشقوا حياة البحر وصمموه بفكر جديد. أولا إنه بيقدم خدمات فندقية متكاملة لكل زواره، يعني حاجة كده 5 نجوم. وثانيا إنه يكون مكان لاكتساب خبرات مختلفة عن البحر والغطس والحياة البحرية وإزاي تتصرف في حالات الطوارئ وإيه هي إرشادات السلامة والأمان. ثالثا وده الأهم، إنك تقدر تروح بيه أي مكان في البحر الأحمر. قررنا نزور سيرينيتي الجميلة في مدينة الغردقة علشان حضراتكم تتعرفوا على عالم اليخوت الفندقية واللي بيستمتع بيه كل سائح بيزور مصر. تخيلوا لما تعيشوا في قلب البحر يومين ولا ثلاثة مش شايفين حاجة غير البحر وجماله، وبتقابلوا ناس مهمتها تحافظ عليكم وتسعدكم. وخلي بال حضراتكم، اليخت زي الطيارة ليه قواعد لازم تتعرف عليها أول ما تبدأ رحلتك عليه. يعني مثلا في شروط لاستخدام خدمات المركب والتعامل مع الآخرين والتخلص من المخلفات ووقت محدد للترفيه،
وكل ده بنتعلمه في محاضرات اليوم الأول. بس أول حاجة تعلمناها إن لازم نكون حافيين. أيوة حافيين، علشان دي من شروط السلامة، لأن أنت على مركب بيتحرك. وقبل ما نبدأ رحلتنا في قلب البحر، هنسمع دلوقتي مجموعة من التعليمات واشتراطات الأمان المهمة من محمود الديب، الشريك المؤسس لشركة دايفرز أند كو لسلامة الركاب على اليخت سيرينيتي. دلوقتي إحنا على المركب في البحر، ففي موشن، في حركة بتحصل، فعشان الحركة دي مش متحكمين فيها، الجو هو المتحكم فيها، فبنخلي بالنا دايما واحنا بنتحرك. واحنا بنتحرك والمركب مش ثابتة والمركب بتتحرك، ففي ثلاث نقاط للتواصل. يعني انا ايدي اليمين ورجلي الاثنين لامسين الارض، لو هرفع رجل منهم عشان اتحرك يبقى ايدي تانية تتحط. طلوع السلم والنزول يفضل دايما في حالة الحركة بتاعت المركب يبقى وشي للسلم. في كل أوضة من الأوض بتاعتنا عندنا لايف جاكيت وعندنا طفاية حريق. لو لقدر الله حصل حاجة هتنسمع جرس متواصل ما بيتقطعش. أول حاجة باخد اللايف جاكيت بتاعي، تاني حاجة بخرج من الأوضة بتاعتي. لو أنا في أوضة 1 2 3 4 بخرج من السلم هنا وبطلع لبر. نقطة التجمع بتاعتنا هي أعلى نقطة في المركب. لغاية النهاردة الحمد لله الحمد لله الحمد لله ما احتاجناش نستخدم حاجة زي كده، وما شفناش الاحتياج ليها إلا في ظروف قليلة جدا. فنطمن ما نقلقش، الدنيا سليمة والجو جميل، والرحلة إن شاء الله هتبقى رحلة موفقة. حاجة من الحاجات اللي احنا هنعملها بعد ما نخلص البريف إننا هستأذنكم إن احنا هنملى الفورمز الموجودة معانا للشيك إن فورم بتاع المركب. هنملى الفورمز وهنسلمها للكابتن بتاعنا، وساعتها يبقى خلاص احنا جاهزين نستمتع بالرحلة وما عندناش اي مشكلة خالص. وهطلب منكو ان احنا بعد ما خلص البريف هندوس على زرار اسمه اوف، هنفصل دماغنا من كل المشاكل اللي عندنا ونفتح الاستمتاع بالرحلة الجديدة. أهلا بيكم، نورتونا على المركب. تعالوا دلوقتي نبدأ رحلتنا مع أدهم مصطفى، الشريك المؤسس لشركة دايفرز أند كو الملكة المركب سيرينيتي في قلب مدينة الغردقة. وبالمناسبة أدهم مصطفى حكايته حكاية، هو بطل رالي الفراعنة ومدرب غطس لتأهيل المدربين وبيعرفهم كنوز البحر الأحمر. أدهم مصطفى مجموعة شركة، بس كل واحد منكم ليه قصة تتحكي. أدهم مصطفى صحراء، دايفنج، ماركتينج، سياحة. عايزين نعرف بقى قصة أدهم مصطفى كده من البداية. ابتديت في أوائل التسعينات، أول مرة أغطس في حياتي كانت 92، وكنت ساعتها مركز في السياحة الصحراوية. كنا بنعمل رحلات سفاري في سيناء، وكان قلنا الصحر الغربية. وبطبيعة الحال مع السن مع الحياة جربت كذا حاجة. كان في فترة للأسف مصر عدت في ظروف صعبة في السياحة، ونقلنا ناحية الماركتينج اللي هو أصلا دراستي، وماركتينج وتصوير، وقعدنا فترة طويلة. وبعد كده ابتدينا نرجع السياحة الصحراوية والراليات. كنت بطل رالي، انت وصلت انت بطل رالي الفراعنة. كسبنا الكاتيجوري بتاعتنا اللي هي كانت T2 في 2014، بس للأسف طبعا مع الظروف يعني اللي بتحصل خلت مفيش راليات. وابتدينا نتجه دايما احنا كنا بنحب الادفنتشر من سياحة الصحراء او الغطس. وبعد كده لقينا كان في اوبورتيونتي كويسة جدا في الماركت، ان الناس عايزة مستوى اعلى من الامان ومستوى اعلى من العلم والفهم في مجال الغطس. فاتجهنا الاتجاه ده، وابتديت اودي بقى الجزء الهاوي بتاعي بتاع الغطس للجزء البروفيشنال. كملت مع بادي لغايه ما وصلت للانستراكتور. بادي دي منظمه الغطس العالميه اللي بتدي اللايسنس، اكبر بالظبط اكبر منظمه بتدي اكتر عدد رخص في العالم للغطس. فهم في اتنين دايركشنز، يا اما تبقى هاوي يا اما تبقى
محترف. محترف يعني تقدر تدرب وتعلم، والابروش بيبقى مختلف خالص. زي ما قلت لك انا دايما عندي الباشن للمغامره ان انا اوري كمان الناس الجمال بتاع مصر والجمال بتاع صحراء وبحر. فمشينا في المشوار كله في الصحراء، وبعد كده رحنا ناقلين ناحيه البحر المايه. هو طبعا كان في ناس كتير سبقتنا، بس للاسف الوعي في الفتره اللي هي بتاعه التسعينات واوائل الالفينات ما كانش عالي قوي. لما ابتدى يعلى ابتدينا نلاقي فرصه ان احنا نقدم سياحه الغطس والسفاري، وزودنا عليها الكايت سيرفينج الفتره اللي فاتت، وعملنا كونسبت ان احنا بقالنا فتره قريبه خدنا المركب سيرينيتي وعملنا لها تجديد. لا ده هي دي البطل بتاع الحلقه النهارده. لكن انا قبل ما نروح لسيرينيتي، اللي انا عرفته ان انتوا الدايفنج سنتر الوحيد في القاهره اللي 5 ستارز، يعني انتوا اللي بيتعلموا اللي بيعلموا الدايفرز. احنا دايفرز انكو، ابتدينا دايفرز انكو وخدنا الدايفنج سنتر بتاع المدربين بتاعنا كابتن محمد شافعي، وده من اوائل المدربين في مصر مع بادي، وعملنا له تجديد كامل. واحنا واخدين 5 ستارز اي دي سي سنتر، نقدر ندرب لغايه الجزء البروفيشنال، لغايه ندرب مدربين يقدروا يرجعوا تاني الغطس للمستوى اللي احنا بنتمناه، من ناحيه الامان، من ناحيه ان الناس تنبسط. احنا دايما عندنا ثلاث كلمات بنينا عليهم دايفرز ان كو: نوليدج وادفنتشر وكوميونيتي. فنوليدج ده للجميع سواء منافسين او اي فرد معلومة. في المنظومه النوليدج اللي هو المعلومه بالظبط، النوليدج اللي هو العلم، والادفنتشر المغامره، والكوميونيتي اللي هو المجتمع. فالثلاث كلمات دول اللي احنا بنينا عليهم الفلسفه بتاعتنا بتاعه دايفرز اند كو كشركه. احنا بندي الجزء النظري بالكامل اللي عندنا في السنتر، وممكن في بيسين قريب من في القاهره او قريب من القاهره بنقدر ندي جزء من الغطسات اللي هي في الميه الكونفايند، وبعد كده بنقدر نيجي على البحر سواء على المركب عندنا او غطسات من الشور، بنكمل بقيه الكورس بتاع الاوبن ووتر. بعد كده بنضمن ان الستودنت اتعلم مظبوط، وبعد كده بيكمل بقى في الدايركشن اللي هو عايزه. ومؤخرا قررنا ان الخطوه اللي هي التطور الطبيعي ان احنا نجيب المركب، نشتري مركب. لا احنا مش هنقول عليها مركب، دي مش مركب، ده فندق بوتيك اوتيل عايم. كل اللي انا بحلم بيه في اي فندق 5 ستارز انا شفته هنا. اول ما الواحد بيخش اي فندق 5 ستارز اول سؤال بيساله، لو الفندق على بحر، الاوضه بتاعتي سي فيو ولا باك فيو؟ احنا هنا في قلب البحر. مظبوط. انا هنا شفت كل اوضه ليها الحمام بتاعها، الهوسبيتاليتي سيرفيس، الاستضافه. انا نفسي الناس كلها في حلقتنا دي تشوفها وتعرف انتوا عاملين قد ايه حاجه حلوه وحاجه محترمه. انا مبسوط جدا جدا من ان انت خدت بالك من التفاصيل اللي احنا بنبذل فيها مجهود. طبعا. وكتير كنا بنبقى قلقانين لو الناس ما بتاخدش بالها، بس كلامك ده بيطمننا اكتر ان في الاخر خالص احنا بنحاول نوصل السائح او الدايفر او اللي رايح يعمل ريلاكسيشن او ادفنتشر يبقى واخد الاكسبيرينس حلو جدا ومستمتع بيها بالكامل، نايم كويس قوي ومرتاح في النومه، واكل كويس قوي وواكل الوجبات بالتنوع بالتفاصيل اللي هو محتاجها. يعني لو في فيجيتيريانز بيلاقي، لو في حد عنده دايت مخصوص بيلاقي الطلبات بتاعته، وبعد كده بيعمل الاكتيفيتي اللي هو جاي يعملها، سواء هي غطس، سواء هي كايت سيرفينج، سواء ان هو جاي يعمل يوجا، سواء يعني جالنا في مجموعه كانت عامله بريس كونفرنس هنا، كان بيجي بيلدينج تيم الشركات تيجي تعمله هنا. بالظبط مظبوط. الناس تيجي تعمل تيم بيلدينج، بنوفر لهم كل الاحتياجات اللازمه ليهم، وفي نفس الوقت في مساحه احنا في الاخر 12 كابينه، فنقدر الكرو يخدمهم كويس قوي ويريحهم في طلباتهم كويس قوي، بحيث ان هم ياخدوا اللي هم محتاجينه ويرجعوا بتجربه يحكوا عنها ويسترجعوها في ذاكرتهم زي ما هم عايزين. بالمناسبه أدهم مصطفى راجل هاوي الشغلانة، غواص شاطر بجد. بدأ الغطس في سنة 1992 ونجح في تنظيم رحلات سفاري في مناطق كتيرة منها سيناء والصحراء الغربية، وأسس شركات مختلفة في قطاع السياحة الصحراوية والتصوير الفوتوغرافي، وهو واحد من أبطال الراليات الصحراوية المحلية والدولية.
ودلوقتي قرر يتفرغ تماما لإدارة شركة دايفرز أند كو في 2020 والاستثمار في سياحة اليخوت. الفكرة بقى اللي انتوا ابتديتوا منها ان انتوا تتنقلوا بقى للمركب، طب ما هو المراكب موجودة كتير. احنا كنا بنأجر مراكب أسابيع ونطلع بيها لأماكن الغرس بتاعتنا اللي احنا بنحبها. طلباتنا ابتدت تزيد، سقف طموحاتنا ابتدى يعلى للدايفرز اللي بيطلعوا معانا، والأعداد بتاعت الرحلات ابتدت تزيد. قررنا ان احنا نشتري مركب. الجزء التاني ان احنا كان عندنا كذا حد من الاصدقاء القريبين اللي هم في منهم بيغطس معانا وشايف بيضغط على الموضوع، طب ليه ما نشتريش مركب يا جماعه، ليه ما نعملش الخطوه دي كاستثمار. ابتدينا بمركب واحده لان احنا عارفين ان بيسموه السويت سبوت، ان احنا يبقى الفليت عندنا فليت من 3-4 مراكب، ودي الخطه ان شاء الله في خلال 2-3 من دلوقتي. الماركت يسمح والطلبات الحمد لله ابتدت تزيد، وبنسافر ننزل المعارض برا. احنا الفترة دي بنسوق اكتر في اوروبا. يعني انت كمان بتساهم في منظومة جذب السياحة لمصر، انت بتصرفوا من جيبكم وبتطلعوا سفر وبتروحوا تحضروا في معارض وتقعدوا تشرحوا للناس الاول جمال مصر وجمال المنطقة البحر الاحمر، بعد كده المركب. ما هو زي ما انت كنت تقول احنا لازم نكمل المنظومة كاملة. احنا عندنا الحمد لله في مصريين كتير بيطلعوا رحلات، بس اوقات الاجازات واوقات السفر المناسبه في مصر مش زي اوقات السفر المناسبه لمثلا غرب اوروبا، مش زي شرق اسيا. في كذا ماركت، وانت المركب ممكن تفضل في البحر 11 شهر والجو بتاع مصر ممتع. انا اقدر 11 شهر ابقى بمارس اكتيفيتيز مختلفه زي ما قلنا غطس، كايت سيرفينج، تيم بيلدينج، ريلاكسيشن تريبس، اللي احنا عايزينه بنعمله لمده 11 شهر. عندك حريه. البحر وحش او جو وحش في الغردقه هنزل مرسى علم، مرسى علم مش قوي هطلع شرم الشيخ. احنا بنقدر نتحرك في البحر الاحمر كله، تصاريحنا بتغطي لغايه حدودنا مع السودان. يعني الجو ممتع زي ما قلت لك 11 شهر في السنه، وبطلع اعمل صيانه وانزل تاني بالمركب. المركب 12 كابينة، احنا خدناها كانت في مستوى معين وركزنا مع تفاصيل التفاصيل. هي 12 كابينة في مكان هي تستوعب 22 جاست. صناعة ايه المركب دي؟ معمولة في مصر. المركب دي معمولة في مصر؟ مظبوط. الديزاين كان من بره بس البنى معمول في مصر، والتعديلات اللي احنا عملناها كلها بإشراف مهندسين مصريين. كان تمت في الفترة اللي فاتت في دراي دوكس أو بيسمى أزق في مصر هنا في سفاكة. احنا 5 بارتنرز، 2 منهم أنا ومحمود مانجينج المركب والسنتر والجزء الاستراتيجي، والباقيين سايلنت، ولكن كل واحد فيهم ليه دور لما بيجي نحتاجه في خبرته في مجاله، سواء في جزء البيزنس سواء في جزء الماركتينج، كل واحد ليه حتة بيفيد فيها كويس قوي. وإحنا حاطين دايما في اعتبارنا ان المجهود والطاقة اللي حاطينها دي هترد في يوم ما، يعني لان الانجريدينتس كلها موجودة عشان الطبخة تطلع حلو. طيب عايز اسأل الاجانب او الجاست اللي بيجي عندك اليوم ال 24 ساعة او الاسبوع اللي قاعده، الاكتيفيتيز اللي بيعملها ايه؟ طيب لو هنتكلم على حاجة زي الغطس، خليني اخد ان الاكتيفيتي جزء. زي ما قلت احنا في مثلا 8 ساعات نوم، في اوقات الوجبات، ودي عندنا مطعم بمطبخ على أحدث الأجهزة بأعلى المستويات عشان يقدر يطلع جميع الأطباق اللي انت ممكن تفاجأ بيها. فطار وعشاء هنا، فطار غدا عشاء سناكس. بالضبط، فطار غدا عشاء سناكس ومشروبات. في عندنا على كذا دور متقسمة المركب، حتى كنا وإحنا شغالين على الديزاين بتاعها وتعديلاتها إن إحنا يبقى عندنا أكتر من سبيس، علشان لو المجموعة كلها 22 واحد عايزين يقعدوا مع بعض سواء في حتة مكيفة أو في حتة outdoors متضللة أو في حتة وصل لها الشمس يقدر. وفي نفس الوقت لو عايز مجموعة صغيرة إن هي تقعد حاجة private تخلص فيها حاجة أو تتكلم فيها في موضوع خاص تلاقي ناس عايزة شمس وناس عايزة ظل تلاقي. فهتلاقي المركب طول الوقت بتتغير. واحدة من الحاجات اللي برضو يعني وهرجع للسؤال، واحدة من الحاجات اللي مهمة جدا دايما بنطلبها من كل الجست ان هو في آخر الرحلة يبقى يكتب لنا الكومنتس بتاعته، ويبقى بنطلب منه ان هو يبقى very harsh، يعني يقول
ايه اللي مش عاجبك؟ ما تقولناش الحاجات الحلوه، قول لنا الحاجات اللي ما عجبتكش. في ناس بتطلع يعني 6-7 رحلات في السنه لان هو عايز اجازته تبقى هنا، وبنغير ديستنيشنز، بنغير اكتيفيتيز زي ما قلت لك. انا في فتره نوم، فتره اكل، فتره ريلاكسيشن، وفتره الاكتيفيتي. ان كان بقى الغطس ممكن ياخد 3 غطسات وواحده نايت. طيب لو هي كايت سيرفينج هي نفس الحكايه. كايت سيرفينج بيبقى ليه وقت الصبح، وقت بعد الظهر بيمارس فيه القصه. ساعات بتجمع الاثنين مع بعض قليل لان اماكن يعني بنعملها بس مش مع المتقدمين قوي مثلا في الغطس ولا المتقدمين قوي في الكايت سيرفينج، بيبقى للمبتدئين شويه او للي بياخدوا كورسات. حتى لو في يعني زي ما كنت قلت لك، في ناس عملت مؤتمر صحفي هنا، عمل المؤتمر على سيشن الصبح ساعتين وسيشن بعد الظهر ساعتين، وفي في النص اكتيفيتيز خلت المجموعه بتنزل تجرب تعمل سنوركلينج، تجرب تعمل دايفنج، تجرب تطلع على الجزيره وتريلاكس، وعملنا مره عشاء على الجزيره. يعني احنا دي واحده من الحاجات اللي احنا برضو بنركز فيها قوي، ان احنا نعمل الاكسبيرينس كاستمايزد حسب المجموعه، مش ان انا عندي منيو وتعالى اختار منه وهتعمل اللي انا بديه لك. احنا عندنا هنا رئيس للمركب، عندنا مطبخ فيه شيف وفيه المساعد بتاعه، وعندنا حد مسؤول عن الصالون والكباين، وعندنا 4 بحرية بيساعدوا الرئيس، عندنا معانا في الفريق ميكانيكي مسؤول عن كل ما هو محتاج صيانة واحنا في البحر، المواتير للجنريترز، لمحطات التحلية، للكمبريسرز 2 ريب 6 متر الواحد بموتوره اللي هو الزودياك، اللي كل واحد بيشيل 12 جاست، زائد طبعا السيفتي اكويبمنت اللي موجودة على المركب، هو مسؤول عن الحاجات دي كلها. سعر البيع اللي انتوا بيبيعوا بيه للزبائن او للعملاء مقارنة بالفنادق نقدر نقول بلس اور ماينس؟ لا هو مش اعلى بكتير، هو اعلى في جزء الاكتيفيتي حسب هي بتستهلك تكاليف قد ايه، انما ممكن تقارنه بنفس المستوى في فندق في نفس المستوى لا تقريبا نفس مقارب ليه. اليخت سيرينيتي بيديره كمان رئيس وطاقم بحريه وشيف وفني ميكانيكا مسؤول عن صيانه المركب، والمركب تصمم وتركب بأيادي مهندسين مصريين، يعني صناعة مصرية 100%، وتصاريحه بتتجدد كل سنة، وبيلف جميع أماكن البحر الأحمر من الغردقة لحد حدود السودان، وكمان بيضم 12 كابينة ومجهز لاستضافة المؤتمرات واجتماعات الشركات، وعلى فكرة بيتعمل له صيانة كل سنة علشان سلامة السياح، واشتراطاته بتتراجع وبتتنفذ بالحرف الواحد، وده اللي عرفناه من محمود الديب الشريك المؤسس لشركة دايفرز اند كو المالكة المشروع اليخت سيرينيتي. بالمناسبة محمود الديب حاصل على ماجستير إدارة الأعمال وخبرته في مجال التسويق أكتر من 15 سنة، واشتغل في أكبر شركات المالتي ناشونال في العالم. بدأ الغطس في مصر سنة 2010 وتفرغ هو وشركائه لإدارة مشروع سيرينيتي سنة 2021. حابب اتعرف عليك اكتر، ازاي قررت تستثمر في المجال ده؟ فكره قررناها انا وادهم شريكي ان احنا نعمل حاجه ليها علاقه بالغطس ونركز فيها. ابتدينا ان احنا اسسنا شركه في القاهره، الكلام ده كان سنه 2018، كبرنا الموضوع واحده واحده بناء على الصوره اللي احنا كنا متخيلينها. كان تريننج بس دايفنج؟ كان في الوقت ده كان تريننج دايفنج مع دايفنج اكويبمنت سيلز من خلال الشوب اللي عندنا، وفضلنا نشتغل كده لغاية لما جينا سنة 2021 أدهم قال لي يلا نط عشان عايزين نكبر الموضوع. عملنا دراسة جدوى، بصينا على الفاينانشلز وشفنا احنا محتاجين ايه بالظبط. الخلفية بتاعتي انا وأدهم كانت مساعدانا شوية في ان احنا فاهمين بيزنس وعارفين ندرس ونعمل الدراسات المطلوبة عشان نشوف نكبر الموضوع ازاي. ابتدينا ان احنا نعرض الموضوع على الشركة، فلما عرضنا الموضوع عليهم هم حبوا الفكرة جدا وشافوا البوتنشال اللي احنا شايفينه وشافوا ان الموضوع ممكن يكبر فعلا، وابتدينا ان احنا نعمل التأسيس للشركة الجديدة او ان احنا ندخل معنا الشركة على الشركة بتاعتنا. كان ساعتها اول ثمرة جنيناها كانت المركب دي، ان احنا دخلنا المركب على الشركة بتاعتنا، كان اول سنة 2022.
وبدأنا من ساعتها إن إحنا نعمل المركب نتوجه بيها إن إحنا عايزين نعمل حاجة جميلة في البحر الأحمر، تدي الخدمة بطريقة مختلفة، تدي جودة لكل الناس بس كاستمايزد، بمعنى إيه؟ إن هي تبقى الخدمة نفسها زي البوتيك هوتيلز اللي موجودة في إيطاليا، صغيرة اللي بتبقى مدارة بشخص ومراته، يدوا خدمة حلوة فالشخص بيبقى حاسس إن هو مبسوط وهو في الإقامة دي. هو فعلا بوتيك هوتيل، بس مش كمان اي بوتيك هوتيل، ده اكسبشنال فعلا. وزي ما انت بتقول انتوا بتديروه كمان بنفسكم، واحنا شفنا بنفسنا انستراكتور ويز لاف، انت بنطلع الموضوع بحب شديد جدا وباشن كبير قوي. بالظبط كده، هي انا بالنسبه لي كان حلم ان انا لما جيت البحر الاحمر زمان قلت انا نفسي ابقى متواجد في المكان ده واعيش فيه على طول عشان اقدر احقق ده. ما كانش عندي القدره في الاول، فكنت شغال الشغل العادي اللي هي الوظيفة العادية بالتدرج بتاعها، بس كان دايما الحلم ده موجود. ولما الفرصة جت الحمد لله نطيت وخدت leap of faith على أساس ان احنا نجري ونكبر ويبقى هو ده اللي احنا بنعمله. مجال الغطس بالنسبة لي كان نقطة تحول في حياتي، ان انا كنت قبل ما اغطس اول مرة في حياتي كنت بدور على حاجة ازاي اقدر ان انا اعمل ريست لدماغي عشان ارجع الشغل تاني فايق ومصحصح وعندي طاقة مجددة اقدر ان انا اشتغل الشغل بتاعي. نزلت اول مرة تحت المية لقيت ان انا نزلت في عالم تاني، العالم ده اكني طلعت الفضاء، في كائنات مختلفة وفي حياة وفي قصص بتحصل قدام عينك وانت بتتفرج عليها. لو نزلت نفس المكان اكتر من 10-15 مرة هتلاقي كل مرة قصة مختلفة عن القصة التانية، ولو ركزت وفضلت عايش معاهم بتنسى كل مشاكلك وبتنسى كل الحياة اللي فوق المية. تطلع من الغطسة دي حاسس ان انت حياتك مجددة ودماغك اصفى، تقدر تفكر وتقدر تروح شغلك جاهز وتنتج احسن. انا وادهم لما بنينا الشركه كان عندنا اتفاق ان الشركه هتتبني على اسس knowledge adventure community، المعرفه والمغامره والمتعه والمجتمع اللي بيحب الحياه البحريه. بالظبط كده، المعرفه بالنسبه لنا بنينا عليها ان انا عايز ادي المعلومه، ما عنديش بخل ليها، لطبعا كل الاشخاص اللي ممكن تبقى عايزه تستوعب وعايزه تتعلم، ما عنديش مانع ان انا ادي للشخص معايا او اللي مش معايا المعلومة عشان احسن وعشان اوصل حاجة تدي امان، وفي نفس الوقت يبقى الموضوع بالنسبة للشخص كامل، يديله الراحة ويديله السعادة ويديله التجربة المختلفة بالظبط كده. فاحنا بندي المعلومة، بالعكس احنا حابين ان احنا ندي المعلومة اكتر عشان لما الواحد يبقى عارف وعنده المعلومة الكافية يقدر ان هو يستمتع اكتر وفي نفس الوقت يبقى حاسس بالامان. ادفنتشر كمان وفاهمينها، المغامرة اللي هيعيشها الشخص اللي هيجي هنا، لكن قصدكوا ايه بالكوميونتي او المجتمع اللي حابب الحياة دي؟ جميل جدا، احنا المقصود بالكوميونتي ان احنا لما بنينا الشركة ان احنا عايزين اي حد متواجد معانا يبقى حاسس بالألفة وحاسس ان هو الناس اللي هنا دي، سواء الناس اللي بتخدم عليه او سواء الناس اللي بتغطس معاه او سواء الناس اللي هو ما يعرفهاش بيتعرف عليها من خلال تواجده معانا، ان هو حاسس ان هو مع اصدقائه ومع اصحاب سنين عمر. فعشان نقدر نعمل ده بنبقى مركزين ان انا دايما الجو العام اللي متواجد فيه الناس مليان بالألفة وفي نفس الوقت في تجانس وتواصل ما بينهم وفي موضوعات يقدروا ان هم يتكلموا فيها، ما يبقاش حاسين بفرق ما بينهم في الفكر وفرق ما بينهم في الاهتمامات. إدارة مشروع زي ده او مركب زي دي مش سهلة اكيد، احكي لنا عن التجربة دي وازاي قدرتوا تنظموا الاوبريشن بالشكل ده. بالنسبة لنا عشان نقدر ان احنا نقسم المهام، فأدهم وأنا كل واحد فينا لقى نفسه
بيحب حاجة أكتر وسهلة بالنسبة له، فركزنا إن هي دي تبقى معاه. أنا بالنسبة لي كان مسؤوليتي كل ما يتعلق بالكاستمر اكسبيرينس أو خدمة العملاء وتوصيل المعنى وتوصيل الإحساس الجميل في خلال الإقامة بتاعتك وخلال الرحلة بتاعتك. فأنا كان بالنسبة لي ماسك أي حاجة ليها علاقة بالكاستمر اكسبيرينس وخدمة العملاء، وأدهم ماسك الحتة اللي هي الفيجنري استراتيجيك اللي هو النظرة المستقبلية، وفي نفس الوقت هو بيفهم أشطر مني شوية في الميكانيكية بتاعت المكنة وبتاعت المركب وفي أسلوب التشغيل للمركب نفسه. انت عندك خبرة كبيرة في مجال الغطس والرياضات البحرية من سنين طويلة، من كم سنة تقريبا؟ أول مرة جربت الغطس كان سنة 2009، وبعدين حسيت ان انا اتخذت. لما جربت اول مرة لقيت متعة جميلة جدا، وابتديت ان انا انمي نفسي واطور من نفسي سنة ورا سنة، لغاية لما ابتديت المجال اشتغل بروفيشنال او ان انا ابقى مسؤول عن رحلات وبعمل جايدنج لرحلات. ده كان سنة 2014. الفترة اللي فاتت حصل طبعا تغير مختلف في شكل السياحة، بقى في سياحة داخلية أكتر. طبعا فترة الكورونا قابلتنا كان البلاد كلها مقفولة، ودي كانت حاجة من المميزات اللي عندنا الحمد لله في الشركة بتاعتنا، إن احنا كنا مركزين في وقت من الأوقات على المصريين تركيز كامل، فكان عندنا قدرة إن احنا نقدر نطلع الناس دي. أول ما السياحة رجعت تاني في شهر 7 2020، كنا من الناس القليلة اللي شغالة في البحر وبتعمل رحلات، وكان عندها رحلات كتير بسبب إن احنا كنا مركزين مع السياحة الداخلية. السياحة الخارجية ابتدت ترجع تاني بعد التأثرات اللي حصلت الفترات اللي فاتت المختلفة، وبقى في طلب لمصر والبحر الأحمر لسبب جميل جدا، ان احنا عندنا الجو العام بتاع البحر الأحمر على فترات طويلة من السنة جو جميل، درجة حرارة المية درجة مناسبة جدا للغطس، وفي نفس الوقت نقدر نعمل رياضات مختلفة بنقدمها عندنا هنا زي الغطس وزي السنوركل وزي الكايت سيرفينج وزي المديتيشن واليوجا والمناظر الطبيعية اللي بنقدر نشوفها، ونقدر كمان نعمل طلعات تصوير، فبتبقى راحة متكاملة تحت المية وفوق المية. وابتدينا ان احنا نسوق بره اواخر سنة 22 واول سنة 23، سافرنا عشان نجتذب بالسياحة الخارجية. ابتدينا ان احنا ندخل سياحة لمصر عن طريق الشركة بتاعتنا وعن طريق المركب. بقيتوا بتسوقوا بشكل مباشر بره مصر؟ بالضبط كده، ابتدينا نسوق بشكل مباشر بره مصر عشان نجتذب سياحة وندخل سواح من مختلف البلاد، وما بنحتاجش ان احنا نبذل مجهود في توصيل المعلومة، لان هم سمعين عن مصر من ناس كتيرة جت قبل كده، فبيبقوا عايزين فعلا يجوا بس مش عارفين ان الخدمة دي متوفرة بالصورة دي بالطريقة دي. فأول ما بنوصل لهم المعلومة ان الخدمة موجودة فعلا متوفرة بالطريقة دي بيبقوا عايزين يجوا على طول. تقريبا نسبة قد ايه منهم بيبقى repeated customer، الشخص اللي هو بيجي لك اكتر من مرة؟ الشخص اللي بيجي اول مرة بيجي السنة اللي بعديها على طول معاه 4 على الأقل. هو مش بس repeated customer، هو كمان يعتبر آلة للتسويق يقدر يكتذب ناس تانية. فالحمد لله الخدمة اللي بتتقدم لما بتكون تتقدم بصورة جيدة، وفي نفس الوقت انت بتبقى عايز تحسس الجسد ان هو في مكانه وفي بيته بياخد اعلى صورة من الخدمات، بيرجع يحكي ده للناس صحابه، وبيبقى هو الورد اوف ماوث او آلية التسويق اللي انت نفسك فيها من غير ما تبذل ومن غير ما تعمل مجهود كبير في التسويق الخارجي. لو انت ركزت مع ان انت تجتذب سياحة خارجية ييجوا يجربوا وتديهم الخدمة الجيدة، هيطلع هو يبقى بالنسبة لك اكنه امباسادر او اكنه سفير ليك، يقدر ان هو يبلغ الناس اللي يعرفهم فيجي
ويجيب معاها ناس أكتر. وده فعلا اللي كان بيحصل في الفترات اللي فاتت، إن لما كان حد بيجي يا إما بيبعت لنا في الرحلة اللي بعديها ناس صحابه، يا إما هو بيجي معاهم عشان استمتع جدا وعايز يجرب تاني. الأماكن اللي انتوا عاملينها للتجمع الناس هنا تحسسك إن المركب قد كده 10 مرات كمان، ما تحسش إن المكان صغير أو إنك انت في مكان مقفول في وسط البحر. إحنا بالنسبة لنا في المركب طبعا زي الطيران بيبقى فيه بروتوكول للأمان، لازم إن إحنا نبقى واخدين بالنا منه. البروتوكول ده بتقدر إن انت عارف في حالة أي حدوث أي حاجة هتعمل ايه، وبتبلغ ده طبعا لكل الجاستس او كل العملاء اللي موجودين على المركب، فبيبقوا عارفين ايه طرق الامان في التحرك اثناء المركب وهي ماشية او المركب وهي راسية، التحركات بتاعتهم ازاي. وفي نفس الوقت لما بلغنا ده للناس، الناس بقت بتتحرك وهي مرتاحة ومطمنة، فعارفة تقعد في اي حتة في المركب، عارفة تختار مكانها، عارفة امتى تتمشى، وتبقى حاسة ان هي مش محبوسة في مكان في البحر لمدة، وفي نفس الوقت عارفة ان هي تقدر تقعد في اي حتة تجرب الجو وتشوف الشمس مع الشروق ومع الغروب. لو طلبت منك انك تنقل المعرفة والخبرة اللي انت اكتسبتها دي لاي حد عايز يبتدي المشروع ده او حتى عنده مركب وبيديرها، ايه النصايح اللي هتديها له؟ احنا بالنسبة لنا انا وادهم لما اسسنا الشركة كان كلمة المعرفة اللي احنا اتفقنا عليها كان منها كمان ان انا ممكن ادي المعلومة للكومبيتيشن بتاعي، عشان احنا شايفين ان لما احنا نعمل حاجة كويسة والكومبيتيشن يعمل حاجة كويسة، ده كل ده في صالح السوق وفي صالح الماركت وفي صالح مصر، ان احنا بنحسن من الخدمة. الماركت هيكبر بشكل اكتر بكتير من ان هو ياخد منك ماركت شير. بالضبط كده، طبعا الماركت هيكبر وهيجيب ناس اكتر وهيستوعب، لان احنا لما بنحسن الخدمة والجودة بتاعتها تبقى اعلى، ده معناها ان ناس اكتر هتشجع ناس تانية ان هي تخش المجال. على الرغم العكس، لما يكون الخدمة فيها تنافس صعب شوية وفي نفس الوقت بنخبي المعلومات ازاي نحسن السوق على بعض، هتلاقي ان في ناس ما عندهاش المعلومة دي بتشتغل بطريقة ممكن تدي بشكل خاطئ بالظبط، وتدي خدمة مش لطيفة، فالناس تطلع تقول لا انا مش عايز اجي هنا ومش عايز اعمل ده تاني. لكن لما نحسن كلنا الخدمة اللي بنقديها والخدمة اللي بنقدمها للناس، هتبقى بالنسبة لنا زي ما قلت لك الورد اوف ماوث اللي بتطلع بيجيبوا ناس اكتر وبيكبروا القاعدة السياحية اللي بتخش مصر، فبالتالي ده هيكبر الماركت شير ليا وللكومبيتيشن ولينا كلنا. تشاهدون الآن. مش موضوع ان انت بس مجرد ان انت عايز تكسب، فعلا بتحب البلد دي. ايه اكبر الاختلافات اللي لقيتوها في المركب ما لقيتوهاش في حتة تانية؟ الاهتمام بالتفاصيل، الانستراكتور نفسه هنا اهدى. أدهم والديب ومعاهم كريم زكي قدروا كمان يسوقوا لسياحة اليخوت والغطس في عدد من دول العالم، بيسافروا معارض على حسابهم علشان يروجوا لجمال الطبيعة المصرية ويساهموا في جذب السياح من جميع أنحاء العالم ويدخلوا العملة الصعبة لبلدهم، ونفذوا مشروعهم بنفس فكر البوتيك هوتيل اللي بيتصمم في إيطاليا. وده اللي عرفناه من كريم زكي الشريك المؤسس لشركة دايفرز أند كو المالكة لليخت سيرينيتي. ركزوا معاه. كلمني الاول على فكره ان انت تبقى واحد من البارتنرز او الشركاء في المشروع ده. دي كانت هوايه وابتديتها من فتره طويله، وبعد كده ابتديت اخد لايسنس في الغطس،
يعني انت اللي حببك ان انت تخش في البيزنس ده اصلا هي هوايه الغطس. بالظبط. وابتدينا نتكلم طب احنا ليه ما نعملش الموضوع ده كانفستمنت وشغل، سبيشالي ان السياحه في مصر انا بشوف ان دي من اقوى الحاجات الموجوده في مصر. ربنا مديها لنا، عندنا بحر احمر، عندنا معالم، عندنا حاجات كتير جدا. بالمناسبه السعوديه عامله شغل كويس قوي. انا سمعت كمان منك ان هم طلبوا ان انتوا تروحوا تشتغلوا هناك في السعوديه. بالظبط، احنا كان المفروض المركب مطلوبه ان هي تروح تشتغل هناك، بس احنا قررنا ان احنا لا، احنا عايزين نبقى موجودين في مصر. مصر ليها في المجال بتاع السياحه حته كبيره قوي، حتى في قلوب الناس، يعني ان هم يتفرجوا على مصر وينزلوا ويغطسوا وكالتشر، يعني موضوع كبير بالنسبة للعالم كله ان نيجي واختصف في حتة زي دي. كريم زكي كانت حكايته عجيبة، من أخصائي بصريات لمغرم بسياحة الصحراء والبحر. بدأ الغطس في مصر من أكتر من 26 سنة، حب الشغلانة وقرر يستثمر في سياحة اليخوت، ونفذ مع شركائه مشروع اليخت سيرينيتي في قلب مدينة الغردقة، وقدر معاهم يخلوا المشروع مركز معتمد لتعليم الغطس، ونجحوا في انهم يأهلوا مدربين محترفين لتعليم الغطس في مصر والسياح حول العالم. الموضوع جه ازاي بقى كريم؟ قال ادهم كلمك، انت كلمتهم، الموضوع جه ازاي؟ انا اوريدي كنت بغطس معاهم، كان ادهم وديب انستراكتورز ليا، هم اللي علموك الغطس. فحسيت ان الناس دي فعلا they care على الناس اللي بيغطسوا، سواء ان هم يبقوا مبسوطين في التريب، او ان هم كمان يبقوا في سيفتي، كمان بالنسبه لهم مهمه جدا. فقعدنا اتكلمنا، واحنا خمسه بارتنرز، احنا الخمسه عارفين بعض كويس قوي. طب واي نوت ان احنا ممكن نبتدي نعمل انفستمنت، ان احنا نبتدي نشتري مركب نكسب الحاجه اللي نحبها. وبالظبط بالظبط، شايف شويه تفاصيل انتوا، لا الناس دي مش الموضوع مش رحله وبس، انتوا كمان شايف ان في ليكوا دور في المحافظه على البيئه والطبيعه اللي ربنا وهبها لمصر. هي مش موضوع ان انت بس مجرد ان انت عايز تكسب، انت فعلا بتحب البلد دي وحاسس ان انت فعلا عايز البلد دي تبقى احسن بلد. بنعمل حملات تنظيف في البحر الاحمر عامه، وخلاص بقى بالنسبة لنا دي هابت، ان انت نزلت مثلا بتغطس لقيت ازازة مية مرمية حد رميها، فانت انا خدت بالي واحنا بنغطس مع بعض انت طالع واخد الازازة بالزبط. فانت بتاخدها باي ديفولت، ده اللي اتعلمته منهم. يعني احنا النهاردة لا، لازم ان ده الحاجات دي مش مفروض انها تبقى موجودة في البيئة بتاعتنا. يعني شيرين نيازي وبسمة أباظة من عشاق مدينة الغردقة، مؤمنين بسياحة اليخوت على ساحل البحر الأحمر، ولما قرروا يستمتعوا بجمالها كان اختيارهم لليخت سيرينيتي، وبدأوا رحلتهم في قلب البحر وعاشوا التفاصيل واستمتعوا بالخدمات والبرامج اللي بيقدمها أصحاب المشروع. ومن هنا كان لازم نسمع آرائهم في الرحلة والخدمات اللي بيقدمها المشروع. شيرين وبسمة، أهلا بيكم معانا في الجدعان ريل ستيت. عايز أعرف منك يا شيرين، أول انطباع أخدتيه أول ما وصلتي المركب؟ انا اول ما وصلت على المينا وما كنتش عارفه ان احنا يعني هناخد زودياك للمركب، ففكره انه بقى زودياك بالضلمه هروح بيها مركب في نص البحر كنت شويه مقلقه. وبعدين لما وصلت حسيت انه لا، المركب حلو قوي. الخوف راح في ساعتها يعني اول ما وصلت. وبالنسبه لك يا بسمه، كان ايه اول انطباع؟ كنت متحمسه قوي ان انا اصلا فكره ان انا هبيت في البحر، فاول لما دخلت المركب عجبتني ان هي نظيفه قوي، وان يعني شكلها جديده، وان احنا هنبدا اكسبيرينس. انا اول انطباع عني ان انا مبسوطه. انتوا مش زوار عاديين للمركب، انتوا كونتنت كرييترز وترافلرز، لفيتوا في فنادق كتيره جوه مصر وبره مصر. ايه اكبر الاختلافات اللي لقيتوها في المركب ما لقيتوهاش في حته تانية؟ الاهتمام بالتفاصيل. يعني حتى بسمة اول ما دخلت هي قالت لي الحقي بصي يا شيرين، الابسط حاجات
الكوبايات بتاعتنا متركمه برقم الاوضه وكل سرير A او B، والفوط كمان انا اخترت B طبعا عشان اسمي، والفوط كمان كل حاجه تحس ان هم واخدين بالهم من ادق التفاصيل عشان الهيجين، الناس تبقى مبسوطه ومش مقلقه. فكره لما الواحد بياخد مثلا يخت ويروح بيها البحر، التريبس دي بتبقى واخد مثلا الدنيا بتدخل في بعضها، كله بيخش في بعضه، والفوط كمان تبقى كلها نفس اللون فكله بيخش في بعضه، لكن هم واخدين بالهم من الديتيلز، فتحس ان انت في حاجه لكجيريس اكتر، يعني مش مركب يخت عاديه زي اللي احنا بنركبهم مثلا في الغردقه، لا المركب نظيفه ولكجيريس. في حاجات بتاعتنا اصلا واحنا جايين كنا جايبينها معانا، اللي هي بيرسونال يعني الفوط او كيس المخده والحاجات دي احنا محتاجينها نستخدمها، او ميموري فوم بيلوز دي مش موجوده في اي حته طبعا، دي ان فيري لكجيريس اوتيلز ممكن نلاقي حاجه زي كده، مش كل الاماكن فيها ده متاح، يعني حتى للاوض العاديه ان ده كمان متاح للاوض العاديه، مش بس لكجيريس رومز. وبالنسبه للانترتينمنت او التسليه، هل حسيتي بزهق انك انت قاعده في الميه طول الفتره دي مفيش حاجه بتعمليها؟ لا خالص، قبل ما اجي كنت خايفه ان ده يحصل، بس لما جيت لقيت في اكتيفيتيز كتير احنا ممكن نعملها، وبعدين بالليل برضو على ما بتخلص الاكل او كده وبعد كده بنيجي بنطلع نقعد اون داك ون يعني ميوزك او كده، معاك وقتك حلو قوي، ان بعد كده تلاقي ان اليوم بيخلص ومش عايزه يخلص. ايوه مش عايزه يخلص، اللي هي دي الفكره، احنا مش عايزين نروح، يعني عايزين اكسبيرينس دي تبقى اكتر ونشارك فيها ناس كمان تانيين يعني يجربوها. انا يعني انا حابه ان ده يحصل. مرتبين وعاملين بروجرام حلو للرحله كلها. الصبح فيه كذا حاجه، ممكن عايز يعمل انزل دايفنج سنوركلينج، ممكن تستمتع بس اون ذا سن باد كده على يعني على المنطقه اللي تحت اللي تنفع فيها نقعد. كان اول مره تعملوا دايفنج؟ فور مي كانت اول تاني مره. بما انك عملتي دايفنج قبل كده، الاكسبيرينس بالنسبه للمره اللي قبليها كانت ايه؟ الانستراكتور نفسه هنا اهدى، very professional، عارف هو بيعمل ايه، وفي نفس الوقت هو وتحس ان هو بيتكلم بحب شديد جدا. او ما كنت لسه اقولك اهم نقطه هي فكره الباشن اللي عنده اللي اتنقل لك من غير ما انت تحس ان هو بيعمل شغل، هو بجد عايز يحببك في فكره ان انت تغطس، او هو حابب قوي. كل الناس على المركب هنا كانوا مدينا الاحساس ان هم لا يعني هم حابين اللي هم بيعملوا، هم جروب فريندز، يعني تحس ان انت مش قاعد في مكان محرج او مكسوف. دي فعلا بيشرح بحب شديد جدا. بصراحه التيم كله تحس ان هم حابين قوي اللي هم بيعملوه، عايزين يوصلوا صوره حلوه قوي عن الاكسبيرينس كلها، يعني اي حد هيجي المركب هيحس انه الناس دي فاهمه هم بيعملوا ايه، حابين اللي هم بيعملوه ومهتمين بكل تفصيله. وهم كمان كانوا بيطلبوا ان احنا يعني to share this experience to others علشان بقية الناس كمان تبقى تفهم ان يعني المراكب هنا ليها طابع خاص او احساس خاص انت هتتبسط فيها، مش مجرد بتخلي ذكريات مش هتنسيها في حياتك. يعني انا لسه كنت بقول برضو انه الاحساس بتاع ان انت بتعمل تجربه جديده بعيده عن الحاجات اللي احنا متعودين عليها اللي هو الريزورت الفنادق، فانه مركب انا بايته فيها في نص البحر باكسبيرينس مختلفه، دي كانت حلوه قوي. استمتعتي فعلا عن المكان هنا عن اي ريزورت تاني؟ عشان التجديد هي اجدد، الطبيعي ان احنا ممكن نروح بنقعد في الريزورت او كده، دي طبعا مختلفه، فايت ماست تراي اكسبيرينس، يعني لازم حد يجربها يعني اتليست مره، وانا متاكده ان اللي هيجربها مره اصلا مش هيقدر ان هو يبطل يعني. طب وبالنسبه لعوامل الامان، حسيتوا ان الموضوع متامن بشكل كويس برضو ان انتوا موجودين في مركب في وسط البحر؟ جدا، يعني احنا حتى البارت بتاع البريفنج ادى الواحد انفورميشن اللي هي تخليك تحس انه لا الدنيا متنظمه جدا، اللايف جاكيتس موجوده، هتعملوا ايه، هتتحركوا ازاي، الحاجات دي خلتنا نحس اللي اتعملت بالزبط. في الاول بالظبط، البريف ده كان بالنسبه لي مهم قوي، حسسني انه حتى اداني اكتر يعني معلومات عن الامان اللي هم عاملينه، يعني انا ما كنتش في بالي بصراحه، انا مركب عادي من المراكب عايشه كلها ومفيش حاجه حاصله، بس هم لما حسيت ان هم لا مهتمين كمان بعنصر الامان على المركب خلاني اطمنت اكتر. طب وبالنسبه للاكل عجبكم ولا ما كانش قوي؟
احسن ما كنت متوقعه بكتير كفكره ان هو اكل على المركب بيبقى برضو ليه ليفل معين. هنا لوكجيريس او يعني كان 5 ستارز اوتيل هو ممكن يقدم لك حاجه زي كده، والكواليتي بتاعت الاكل حلوه، في درينكس بتبقى متاحه على مدار اليوم، الهيلب يور سيلف بار اللي موجود برضو، انت يور فيلينج هوم، ان انت حاسس ان انت في يعني بتتعامل براحتك و تعمل اي حاجه انت عايزها في اي وقت. المره الجايه هتجربوا الكايت سيرفين كمان؟ اكيد. سياحه اليخوت الفندقيه استثمار ضخم، ومصر اللي عندها جزر ومدن ساحليه واجمل بحار مش موجوده في اي مكان، قادره تنافس وتحقق عائد كبير من سياحه اليخوت، وتعمم تجربه جدعان مشروع سيرينيتي في اجمل الاماكن. الشباب اللي قدام حضراتكم دول خلاك تعيش حياه الاثرياء من غير ما تصرف ملايين. في نهاية رحلة النهاردة اللي كانت فعلا مميزة ومختلفة، في نقط مهمة جدا حابب اطلع بيها من رحلتنا. برنامجكم الجدعان ريل استيت هدفه تسليط الضوء على النماذج الناجحة من مشروعات متميزة وجدعان حقيقيين ورا المشروعات دي، ودايفرز اند كو اللي كنا معاهم النهاردة جدعان بجد قدروا بالتعب والاجتهاد والمثابرة يوصلوا للنجاح في مشروع بجد مختلف. شيء صعب جدا انك تسيب كارير بقالك 10 او 15 سنة فيه عشان تعمل مشروع بجد بتحبه، لكن زي ما شفنا النهاردة هو شيء مش مستحيل لكن بشروط. اولا لازم يكون عندك المعرفة والخبرة الكافية عشان تبتدي المشروع ده. ثانيا لازم يكون عندك الصبر انك تاخد الموضوع خطوة خطوة لحد ما يكبر. ثالثا لازم تدي الوقت والتركيز والمجهود عشان تنجح المشروع ده. رابعا لازم تدرس كويس السوق والمنافسة وازاي اللي سبقوك حققوا النجاح. خامسا تبتدي تفكر ازاي تطور بشكل مختلف عشان تتميز عن كل المنافسة. واخيرا لو قدرت تعمل مشروعك مع مجموعة عندها خبرات مختلفة، ده هيقلل جدا المخاطرة بتاعت الاستثمار، وكمان هيساعد جدا في ان المشروع ينمو بشكل اسرع. بشرط التفاهم والاتفاق على كل تفاصيل المشاركة من اول يوم اللي بتوضح مسؤولية كل واحد وحقه ايه، وساعتها هتقدر تنافس حتى اكبر الكائنات اللي موجوده في السوق ويكون ليك ماركت شير محترم. وده بالظبط اللي عملوه دايفرز اند كو، وقدروا في وقت قياسي يكون ليهم سمعه ممتازه في سوق سياحه البحر الاحمر، وده اللي خلى العملاء بمختلف انواعهم يطلبوهم بالاسم ان كانوا اسر او شركات او وفود اجنبيه، لحد ما قدروا ينظموا حدث حقيقي عالمي ويجمعوا مجموعه كبيره من سفراء الدول الاوروبيه في رحلة واحدة، وده حدث محدش قدر ينظمه قبل كده، وكانوا فعلا وجهة مشرفة للشباب المصري الجدعان، وسابوا ليهم ذكريات حقيقي رائعة مش هينسوها بقية حياتهم، زي كل اللي زاروا المركب سيرينيتي اللي بالمناسبة معناها الهدوء والسلام النفسي، وفعلا هي اسم على مسمى. وده كان آخر كلامنا النهاردة. هنستنى أسئلتكم وآراءكم واقتراحاتكم على صفحات البرنامج. استنونا يوم الحد الجاي الساعة 7 مساء على قناة القاهرة والناس 2 وبرنامجكم الجدعان ريل استيت.